على التليفون استاذ صلاح. اهلا بيك يا استاذ صلاح، اتفضل. ايوه لو سمحتي بس سياده المستشاره اتكلم معاه ممكن؟ اتفضل يا فندم، مع حضرتك على الهواء. ايوه دلوقتي انا عندي حته ارض انا كنت اكتسبت ملكيتها بوضع اليد واتحكم لي بتثبيت الملكيه. في شخص ما جاء وعايز يشتري، بعت له 12 ايرات من الارض على اساس انه عايز يعملها مجيره وطوب ورمله وحديد والكلام ده، ادوات المباني. كان بيديني 5000 جنيه كل شهر، دلوقتي منع ال 5000 جنيه. فانا رحت للمحامي قال لي لا ده انت كان لازم تسجل الحكم وانت ما تقدرش ترفع عليه اي دعوه، والحكم اللي معاك ملوش اي حجيه ولا تقدر تعمل بيه حاجه الا لما تسجل الحكم. فهل الكلام ده صحيح؟ هو الحكم بتاعك يا استاذ صلاح بقاله كام سنه خدته؟ الحكم بقاله يعني 8 9 سنين تقريبا. وانت بعت، طيب ايه المشكله؟ لا يعني انت العلاقه مش كاتب عقد مع الراجل اللي انت بعت له 12 ايراد ده؟ انا بعت له 12 ايراد، بيع وفي عقد في بيع في عقد عليه صاحب توقيع. في عقد يعني؟ ايوه طبعًا. لا الكلام ده ملوش دخل بعقد البيع، انت معاك عقد واتفاق بينك وبين الراجل ده تقدر تطالبه بعدم لو في حاله عدم التزامه من حقك تطالب الراجل ده بالتنفيذ هذا الالتزام طبقا للعقد. طيب هو بيقول لي انت ما سجلتش، لازم الملكيه لا تنتقل بالتسجيل. التسجيل وانت ما سجلتش حكم اللي هو وضع يدك على الارض. التسجيل ده اثر ناقل للملكيه. رد عليه وقول له هو انا نفسي يعني هو ممكن نفسه الراجل اللي اشترى منك تمام هو يعمل دعوه تثبيت ملكيه ويضم مدتك على مدته وياخد حكم. فاذا كان القانون بيسمح بضم المدد عشان تاخد حكم ساعه اثبات دعوه تثبيت، فما بالك انت واخد الحكم فعلا. لا تقدر ترجع يا استاذ صلاح ان شاء الله.